وزي ما كل أحكام القوانين في الدنيا كلها بتقول إن ده ظالم وده مظلوم، برضو القانون المصري بيقول حاجة شبه كده، بس بيقول فيه غني وفيه فقير. قانونك المصري بيقولك إنك لو كنت غني أو ابن باشا ممكن تقتل تسرق تنهب، لأن في 100 دليل و100 براءة هتطلع لك. علشان كده أنت لو ابن باشا فاقتل واسرق وانهب واعمل كل ما يحلالك، لأنك ابن الكلب ابن الباشا. أما لو كنت ابن فقير فخليك على جنب، امشي جنب الحيط أو ادخل جوه الحيط نفسها، لأنها وارد تقع على اللي جابك لأنك فقير. أما لو يقرب لك لواء أو يقرب لك ضابط فأنت ممكن تقتل وتشرح الجثة قدام عيون أمها وترميها في الشارع تسيل في دمها، برضو انت براءة وهتصغر سنة بقدرة قادر. ده مش بالظلم ولا التزوير، انت اصلك ابن باشا فلازم تصغر. انت لو فضلت بسنك الحقيقة هتتعدم، وده ما ينفعش في القانون المصري. ازاي تبقى ابن باشا وتتعدم؟ اما لو كنت انت محمود البنا وانت القاتل، فلو حتى عندك 10 سنين هيبقى 28 سنة وهيجوز عليك حكم الاعدام. عارف ليه محمود؟ عشان اللي قتلته ده قريب لواء. بس بما ان الآية مقلوبة والقاتل هو قريب اللواء، فمعليش يا محمود ارتاح في تربة ونقول لك انت الشهيد وانت اللي في الجنة بيتهنى. لو بلدك فيها رجالة ما كانش ده حصل. بلدك اللي بقت تشوف الخناقة في الشارع تقول ماليش دعوة، لا خد مطوة كده ولا خبطة كده. بلدك بقى القوي فيها هو اللي بيسب الدين، اما الضعيف ده اللي قال الله يسامحك. بلدك اللي القاتل بيطلع فيها براءة لو كان ابن باشا او ابن بيه. مش بس كده، ده انت وانت بتتدبح اوعى تصرخ، عشان ابن الباشا دماغه بتصدع من الصوت العالي. حط صوتك وموت وانت ساكت. انت فقير، انت حقير، ما ينفعش تتسوى بالاغنياء. هو ده قانون بلدك، هو ده اللي ماشية بيه بلدك. علشان كده يا محمود سامحنا، حقك مهما نبحنا ما اعتقدش انه هيرجع، لان حقك الوحيد هو ان اللي قتلك يتقتل، وفي مصر ده مش هيحصل. إلا لو حصلت معجزة وزمن المعجزات انتهى يا ابن عمي. سامحنا يا محمود، هنهري وهننبح كتير، بس احنا بالنسبة لهم كلاب هنهوهو بس. حتى مش كلاب سعرانة هنقدر نعد، احنا اخرنا هوهوة. وسجن الكلب ده 15 سنة ولا حتى طول العمر، مش هو الحق ولا هو العدل. انت حقك ان اللي قتلك يتقتل. وبيلوموا على الصعايدة، يقول لك الصعايدة جهلة ومتخلفين ولسه بيتعاملوا بقانون الطار. قانون الطار ده هو اعدل قانون انا شفته في مصر. قانون الطار عند الصعايدة ان اللي قتل يتقتل والموضوع انتهى. مفيش عندهم ان لو اللي قتل ابن باشا خلاص ما بنقتلوش. الصعايدي مش جاهل ولا متخلف، الصعايدي بيطبق العدل اللي قانونك انت بيغيره. الظلم اللي محطوط عندك عند الصعايدي ما بينطبقش. مفيش قانون طفل. طفل مين ده اللي عنده 17 سنة؟ 17 سنة ده يعني يتجوز ويخلف ويشيل مسؤولية بيت، ولسه انتوا بتحاسبوها على انه طفل. 17 سنة دلوقتي بيبيع مخدرات في وسط الشارع، 17 سنة دلوقتي بيقتل وبيصلخ في قلب الشارع. مش بيدبح حيوانات، ده بيدبح بشر، بيقتل انسان زيه. بس ما بيقتلوش لوحده، بيقتل امه وهي بتشوف ابنها بيتقطع قدام عينيها، بيقتل ابوه وهو شايف ظهره وسنده في الحياة بيتكسر، بيقتل اخته اللي خد منها اعز الناس، بيقتل ويدبح وهو مش خايف، بيقتل وهو عارف ان القاضي هيخاف من قريبه اللي هو اكتر من ربنا، يقتل وهو عارف ان مفيش اقوى من مطوته، مفيش افضل من سطوته، مفيش اعلى من رتبة عمه وخاله وجده، واللي هيقف قصاده هيطلع ميتين امه. ليه؟ لان الباشا ليه قرايب في الحكومة. الله يا حكومة زاد العطش بالريق، وكفاية بقى بطش راجح مش بريق.